من اهم اسباب اليوز ايرور هي البيهيفيرال فيريابيليتي ان هيومن يوزرز، الاختلافات اللي بين الناس وبعض. طبعا يعني لو انا تخيلت ان انا بنيت اليوزر انترفيس بتاع جهاز معين على اساس تخيل معين لليوزر ده، البروفايل بتاعه شكله عامل ازاي وهو بيشتغل ازاي، او نقدر نقول برضو الفيزيكال كابابيلتيز بتاعته عامله ازاي، وفرضا انا يعني الجهاز ده اتحط في انفايرمنت مختلفه فيها اشخاص مختلفين، وتسبب كده ان هو يعني اليوزر انترفيس ده يعني كان ما هواش بالظبط زي ما انا كنت بلاننج ان هو يشتغل، فطبعا ممكن نتيجه كده يحصل يوز ايرور. فلازم كلنا نبقى عارفين ان individual users are highly unique with respect to perceptual capabilities، يعني هما بيستقبلوا معلومات ازاي، thoughts تفكيرهم عامل ازاي، information processing ازاي، ان انا الحاجة اللي انا يعني بقدمها له على الشاشة دي هو بياخدها وبيتعامل معاها ازاي، knowledge الباك جراوند المعرفية بتاعته، وطبعا نتيجة لكده ال resulting behaviors طبعا بتختلف. فمثلا ممكن احنا ندي امثلة: some users can interact with a device successfully and without any mishap، يعني في بعض الناس اكيد هيقدروا يستعملوا المكنه دي بشكل ممتاز ما يحصلش فيه اي اخطاء خالص، بس الحقيقه في ناس تانية على نفس الجهاز هو ممكن يعملوا اوميتنج ستيبس، يعني معنى ان انا ممكن اتكلم على ان انا في عندي خطوات المفروض اعملها عشان اشغل الجهاز، ممكن بعض الخطوات دي ما اعملهاش، او ممكن ان انا امس ريد اور اجنور وورنينجز، يعني في حاجات معينه مثلا بتقول لي ان انا مش مفروض اعلي مثلا دوز مثلا حد معين، انا شفت الورنينج دوت وبيسكلي ما قريتوش، او يعني بيسكلي اي اجنورد ات. اوكي، ممكن ان انا اوفرلود ا ديفايسز انبوت كابابيلتي، يعني انا مثلا عندي كيبورد لو انا يعني كتبت على الكيبورد دي او ضغطت على الزرار بريت عالي جدا، انا كده بساتوريت البفر بتاع الكيبورد دوت، فمعنى كده ان انا ممكن لو كتبت حاجه بعد البفر ده ما يتملي هي مش هتبقى انترد اصلا على الكيبورد، فممكن برضو حد يعمل كده. ممكن اميس اندرستاند ذا ديفايس مود اور ستاتس، يعني ممكن ابص على الجهاز هو زي ما واحد تاني بص عليه واشوف ان الديفايس دي بشكل مختلف، او اشوف ان المود ده حاجه غير الموجود عليه، او كوركت انكوركتلي انتربريت ان ايكون، لو انا مثلا في بعض الحاجات طبعا ما بحطش اسم الزرار مثلا او اسم الفانكشن، ممكن احط لها ايكون، والايكون ده ممكن هو يعني يبقى انتربريتد ديفرنتلي بتوين ديفرنت بيبل. فبيسكلي ممكن برضو نقول ان نفس الشخص هو اللي بيستعمل الجهاز ممكن في وقت معين بيستعمله بطريقه سكسسفول، وبعض التاني يعني ممكن برضو يفيل، يعني ممكن نفس الشخص لو هو فاتيجد مثلا ممكن هو ما يقدرش يستعمل الجهاز بنفس الكابابيلتي اللي كان بيعملها وهو ريستد. ممكن برضو نتكلم على الحاجة اللي بيعرضها اليوزر انترفيس، الارقام والجرافس والصور والحاجات دي كلها، ممكن ان هي تميك سنس لبعض اليوزرز، ممكن انها ما يعني doesn't make sense to others، فلازم نبقى عاملين حسابنا ان في variability. طبعا احنا بنتكلم على ان احنا واحنا بنعمل الديزاين بتاعنا صعب جدا ناخد الفاريبيليتي دي في اعتبارنا. واحدة من الحاجات اللي بتخلي الموضوع ده صعب جدا بالنسبة لنا ان احنا بنتكلم على الفيليرز من النوع ده انها intermittent و difficult to predict without testing since they reflect atypical behavior. يعني بتكلم مثلا لو انا فرضا بكتب مثلا على الكيبورد، بكتب مثلا جملة معينة، الجملة المعينة دي ممكن ان انا اكتبها 10 مرات صح، وممكن في مرة يبقى عندي تايبو. اوكي، هل اغير الكيبورد ديزاين علشان التايبو اللي انا عملته ده؟ بتاعي صعب. انما لو فرضا ان انا لقيت ان المشكله دي متكرره في كل الناس، لا ساعتها ممكن اغير الديزاين بتاع الكيبورد بقى، عشان ايه؟ يبقى انا كده ابتديت الاحظ ان في حاجه في الديزاين بتاع الكيبورد بتخلي ناس مختلفين يعملوا نفس الخطأ. فلازم اخد بالي الحقيقه، ولازم يعني such variability must be acknowledged، اللي هي ال variability بين الناس وبعضيهم must be acknowledged and dealt with as a source of risk. يعني ما اقدرش اقول ان انا هعالج كل ال variability دي، بس على الاقل لازم ابقى واخد بالي منها، ولازم ان انا احط effort علشان يعني احاول اشوف اذا كان في patterns معينه في الـ variability دي احاول ان انا اخدها في اعتباري، ولازم ابقى برضو في كل الاحوال واخدها في اعتبار انها source of risk، حتى لو حصل اخطاء او use errors يعني نتيجة للـ variability دي، I make sure ان الـ use errors دي ما تتسببش برضو في ايه؟ في harm.